الله عليك. يعني مقطع واحد عظم، مو متذكر الكلام زين. جاسم الشاي ما شاء الله عليك انت غنيت تركي، بس الحين انا وعبد الرزاق ونوره ومنال كلنا قاعد نسمع ان انت قاعد تتكلم، بس هل هذا صدق ان انت قاعد تنطق التركي صح وقاعد تقول الكلام؟ وفهمنا شنو قاعد تقول عشان مو انا بغيت اقول لك لا تسالني يعني انت يعني انت نفس يعني اي احد مجرد مؤدي حق اغنيه بس هو ما يدري شنو الكلام ولا يا ساتر. لا لا, لا هي عن الحب وكذي عرف، كل اغاني عن الحب بس ما تعرف لا شيء كلاسيك يعني عرف، بس بالضبط الكلام يعني عشان اترجم لا مو مترجمه. يعني تصدق انا مره سمعت اغنيه من فنان احد المشتركين مال صوت ساره، وجه له احلى تحيه، احمد التركي منال، فغنى الولد وغنى واحساسه جميل بالتركي، هو الولد تركي اساسا. فاحنا طول الوقت كنا ببرنامج جاذرينج مذهولين انه شنو قاعد يغني. بالاخير يعني يوم قلنا له شنو انت قاعد يعني شنو قاعد تقول ترجم لنا الكلام؟ قال ما ادري. لا هو تركي لا استاذ شو ما يعرف شنو كان يقول له شنو الترجمه؟ كان يقول لك والله انه يقول لك انه وحده يعني انه قاعد تضحك زين كل هالاحساس وهل القفلات والصعدات والنزلات، بالاخير وحده قاعد تضحك وعادي يعني انه شيء وناسه احس لها حزن. اي انا يعني اي يعني انا وحده تضحك انه يعني واحد يضحك ومستانس وماكو شيء الدنيا بخير. ليش مستهين باللي يضحك؟ مو سالفه انه مستهين باللي يضحك، انت تخيل الاحساس لما تسمعين انت الموسيقى او الجمله التركيه فيها نوع من الحزن ان انت تبي تبكين. يعني ان انا يعني انا والله العظيم قاعد طالع شيء واسمع هذاك يعني ويغني وتركي، يعني قاعد تخيل انت يعني انسان تركي قاعد يغني قدامك انه مو مثلا هو ما يعرف شنو الكلام، بس بعد ما خلص صدمنا كان يقول لنا ان الكلام هذا يعني ضحك وناسه يعني مو عكس الشيء اللي احنا شفناه على وجهه وادائه وانطباعه. خلاص ان شاء الله اوعدكم في شغله جايه يقول شوغر 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 والله حبك شوغر. اوه شوغر شو يا سكر شوغر 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 والله حبك شوغر. والله انا عبالي قاعد اقول شوكه شوكه قلت شوغر شوغر. زين هذه اغنيه جديده؟ هذه اغنيه جديده بس للحين طبعا ما تنفذت، راح تتنفذ بتركيا ان شاء الله ان شاء الله. ومتى تخلص ما ادري. زين سمعنا شيء منها حصري حقنا. لا صدق يعني سمعنا شيء منها عشان نكون احنا اول ناس بتلفزيون الشاهد شيء بهالعيد يعني يعني نحفزهم نسمع او شو قه شو قه شو. يعني هي شايف الدبكه؟ اي عندي هذه. لا في دبكه تركيه. الدبكه التركيه. اوكي. عرفت؟ شلون والله لا تقول لي والله انت ملحن وهذا كلامك يعني انت راح تسويها راح تسويها راح نسمعها نسمعها. اي بس بعد مو 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 كامل مو خاصه بس سمعنا اللي يعني بس ترى صدقني انا ادري ان يمي شاعر وانا الحن بس ما راح والله يا ريت تكملها يا ريت يعني يلا. يقول شوغر 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 والله حبك شوغر 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 والله حبك شوغر دلالايلاي دلا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 ل
لا 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 حبك شوقر 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 والله حبك شوقر الله الله والله صراحه شوقر شوقر والله حبك شوقر وجاسم الشاي انت ما شاء الله عليك اعطيتنا الشوقر بس خشيت النكهه الثانيه بس ترى سالت لنا تشوبي هي تشوبي بس هذه فيها الاساس اللي فيها بزغ راح يكون حلو البزغ والكلارنيت والسوالف لا لا المزمار بزغ ومزمار اوكي وطبل جو ريفي تقريبا حلو اوكي احنا نبي منك اغنيه فرحيه فرحيه حق العيد وحق ضيوفنا لك حريه الاختيار على ما ندردش شويه مع نوره وعبد الرزاق نوره ايش رايك في اغلب المذيعات تطلع اول ما تطلع شنو ملاحظ كاي واحده قاعده حبيبه قلبي انت تسلمين تكون مذيعه ومقدمه برامج فجاه بعد سنه تلاقينها ممثله او العكس يعني ما اقدر اتحكى عن تجربه احد يعني ثاني غيري أنا بس كل واحد يحدد مساره يعني انت في حياتك عندك اهداف صح أكيد. وحياتك العملية لها أهدافها حياتك العلمية لها أهدافها كل واحد عنده أهداف وعارف لوين راح يوصل يعني وكل واحد عنده طموح وعارف لوين راح يوصل طموحه وأهدافه تكون من أهدافهم إن هي تمثل وتقدم ليش لا يعني إذا هذا يرضي طموحها ليش لا ما تشوفين إن في فرق يعني التقديم مهنة إعلامية كبيرة ومسؤوليتها كبيرة والتمثيل رسالة الثنتين التمثيل والتقديم رسالة بس ممكن أنا هني أتشتت مرة أقول أنا مذيعة مرة أقول لا أنا والله فنانة ممثلة
ممكن يكون في خلل، ما في توازن بين الاثنتين. ما ادري ايش رايك انت. انا في رايي انا راح ارد على منال بصراحه بشيء. هي ما شاء الله عليها مبدعه عندنا هني منال يعني العمران، انا اشوفها مبدعه مميزه. ليش؟ هي جربت، خاضت تجربه التمثيل. فانا الحين انا حاب اسالها ليش، لان هي جربت التمثيل وطلعت ناجحه ما شاء الله عليها، وكانت مسلسل السنه اللي طافت اسمه حزاوي وما شاء الله عليها طلعت يعني بستايل جميل، وهي مقدمه برامج هني يعني وما شاء الله عليها قدرت انها تولف بين برنامجها وبرنامجها الثاني، وقدرت تولف بين المسلسل اللي هي سوته، ومو اي يعني مو حق اي يعني اي فئه عمريه، حق الاطفال بالذات يعني انه صعب ان الواحد يقنع الطفل انه شلون يكون وياه ويوصل له ويدش بقلوبهم، يعني لدرجه انه حتى الاهال كانوا يجون لهني يجون يسمون عليها ويحبون هذا اللي كانوا معاها بالعمل بعد غير الاطفال. فقولي لي انت شنو التجربه كانت؟ انت حول حقك انت الحين صرت انا تهربت انا منك انت الحين. لا انا ما كنت ممثله بالمسلسل الحزاوي، انا كنت دور الراوي، انا كنت احياء تراث حبابه. أوكي. فكنت انا الراوي ان اروي قصه او اروي حزايه حق اليهال اللي معاي، والحزايه هذا هم بخيالهم يتخيلونها. كان في تبلش الحزايه بالتمثيل بالضبط، فما مو تمثيل بمعنى كنت تمثيل. ممثله ما شاء الله عليك، يعني انت لما تخيلي تبي تشد مع يهال وتقعدين هم تحازيهم اي وسمعه وتعالوا صرت عيود وصرت يده. مو اي حد يعني مو اي حد يقدر انه يقعد مثلا ست يهال سبع يهال ويقنعهم وها وصار كذي وبعدين راح مني وكذي 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 لين تدش اساسا الحكايه او هي الروايه اللي قالتها. فانا صراحه انا اقول لك انا احييك وانت مبدعه صراحه. بس الله يسلمك. هم ما ردت وجاوبت على سؤالي. قلت لك انا لا قلت لك ان كل واحد يحدد مساره ويحدد اهدافه في حياته. هم هدفهم انه والله امثل واقدم او اغني شنو ما كان، هذا هدفها في الحياه، فكل واحد يختلف عن الثاني. انا بالنسبه حقي بعد ما جربت تجربه تمثيل خارج نطاق الحرم الجامعي او المهرجان الاكاديمي. يعني انا مثلت في الاكاديمي كمهرجان وفزت بجائزه، وايضا في الحرم الجامعي سواء بالكويت او في لبنان. اذا اخذتي تجربه التمثيل وشفتي نفسك قدرتي ان توصلين رساله معينه من خلال دور في مسلسل معاك عمالقه ابطال نجوم من الفن الكويتي، راح تتركين التقديم والتلفزيون وتتجهين حق التمثيل، ولا راح توازنين بين الاثنين؟ اذا شيء يضيف لي ما راح اقول لا، خاصه وان انا دارسه المجال هذا التمثيل. شيء راح يضيف لي اوكي، بس شيء ان انا ما راح يضيف لي ولا شيء مميز وانا طموحه بالتميز اكيد ما راح اكون فيه. يعني احنا نتمنى لك كل التوفيق بالمجالين ان شاء الله. انا والله عندي عبد الرزاق منال، انا عبد الرزاق صراحه سالته سؤال وقال لي الجلاد ما عليه، لان احنا اندمجنا شوي مع الاغنيه وبرد اسئله اياه، لانه قال لي انا بجاوبك عليه. عبد الرزاق انا قلت لك ان موضوع الكلام او مثلا دائما اي شخص يعني يكون شاعر عنده كلام يكتب واشعاره جميله جدا من طفولته، يعني لان الشاعر سبحان الله ما كان شاعر الا لما يعني من طلع يعني من يعني من عدى عمر السبع سنوات ثمان سنوات وقام يخط القلم ويكتب صح، تبلش معاه الموضوع هذا انه في موهبه الشعر. نفس اللاعب الكره، نفس اللي هذا، نفس كل واحد عنده موهبه يعني من يعني من صغره. فانت ما شاء الله عليك اكيد يعني ثمان سنين هذه مو شغله هينه ان انت تكتب، واكيد من قبل الثمان سنين انت كنت نفس ما انت قلت شعيري، يعني تكتب سوالف بينك وبين نفسك. انت عبد الرزاق هل مثلا الشيء اللي مو قادر يوصلك حق الفنانين والهذا، هل مثلا صعوبه الشخص مثلا انه خلاص العالم صارت تقول لك مثلا انا والله ابي بس الاسم، بس في ناس مثلا تكون للحين اسمها مو بارز بس ما شاء الله عليها موهوبه، عندها كلام يطلع اجمل من الناس اللي خلاص احنا تعودنا عليها، شنو الصعوبه اللي انت قاعد تواجهك من الموضوع هذا؟ او بالذات انا مثلا كفنان ابي اخذ كلام، يعني انا ممكن انا اجيلك كشاعر انت تقول لي والله محمد اي والله تعال ارحب فيك واخذ هذا كلامي واطلع غني وما ابي منك شيء، اهم شيء اسمي يطلع واسمك يطلع. وفي شعراء يقول لك حبيبي اول شيء كم نوطك وكم تدفع؟ شوف بالنسبه لي نوره اتهمتني اني مغرور في بدايه الحلقه. يما حفظ لي الكلمه. ترى الغرور شيء حلو بقى، يعني بقى مو شيء الى حد ما اي. لكن ابي اوصل بس حاطها بقلبه شاعر يحس بعد شنو. ابي اوصل بس نقطه اوضح فيها من ساعه انا من سالتني ابيك توضح بشعر بكلام. حاضر. ابي اوضح الشغله اللي انت قلت هني، السؤال اللي كان حق منو تبي تكتب بالضبط او منو تطمح. انا عن نفسي ما يهمني حجم او نجوميه الفنان، لان بالنهايه صح راح يخدم كلامي، ولكن انا في قراره نفسي اجد ان العمل مع نجوم شباب اهم من العمل مع العمالقه. سبب
احس اني انا قاعد اطلع معاه خطوه بخطوه. خلينا نسلم باشر مع كذا عمل راح نوصل، هو راح يطلع من خلال كلماتي، انا راح كلماتي راح توصل من خلال صوته، والاغنيه عباره عن عمل جماعي او احساس جماعي بين الملحن والشاعر، والان اصبح الموزع ايضا عضو اساسي في تكوين طبعًا. الاغنيه فما بالنسبه لي انا الموضوع مو مادي او موضوع بزنس، انا مو شاعر ابيع واشتري بالقصايد، لان انا يمكن صرحت في كل اللقاءات او اغلبها ان بيع القصائد كبيع الجسد بالنسبه لي، فابدا ما ابيع قصائد، انا اهديها لمن يملك الصوت الحلو اللي يقدر يوصلها. فاذا صوتك حلو جميل اقدر اكتب لك يملك المغني يملك الموزع مستمعي الصوت يكون انا مقتنع في صوته مقتنع في احساس مقتنع في يعني هذه الاشياء تخليني انا اقدم الناس مو لاسمه ولا نجوميته كفن. عبد الرزاق طيب. انت كلامك جميل، وانا يعني انا اللي فهمته من عبد الرزاق يا جماعه الخير ترى مو شرط انا بالذات، فنانين الشباب اللي يمتلكون الاصوات الجميله ترى عبد الرزاق موجود، واكيد بابا ما راح يسكره لان عنده كلام جدا طيب، واذا انت جيت لو طقيت الباب صدقني راح تلاقي الجواب راح يقول لك وايد فنانين في وايد فنانين شباب واخذ الكلام عشان توصل معي عندهم وايد في وعندنا اليوم بالكويت تحديدا يعني طاقات واصوات وخامات جباره، بس احنا نرجع مره ثانيه على الانتاج ومشكله الانتاج الاسطوانه المشروخه اللي بالضبط سمعنا اللي يعني كل فنان وكل انا بالنسبه لي ما اواجه اي مشكله او ما اشوف اي مشكله في الانتاج، علما اني انا اعمل في حقل اعلامي في الانتاج من خلال شغلي. في مشكله اليوم البومات احنا قاعد ندفع عليها مبالغ ضخمه جدا، يعني كان اخر البوم من انتاجنا مشعل العروي البومه الاخير، البوم كلف مبلغ ما يكلف فنانين برا، يعني يمكن انا تراوالي بسليمان البومه كلف اكثر من مايكل جاكسون عندنا، عرفت شلون؟ لكن مشكله ان اليوم الكوبي الانترنت القرصنه وات ايفر، بس في طرق اليوم جديده تقدر انت تسوق من خلالها اغانيك وتسوق حق الفنان نفسه. صارت النتورك اهم يعني عبد الرزاق، صارت النتورك يعني طبعا انا يعجب بالكلام، فلازم الفنان ينزل البوم، نزل البوم ممكن تنزله بالاب ستور، تنزله بمكان يحمل كوبي رايت مالتك انت، بوطن عربي اتكلم كوبي رايت ممكن في بعض من الناس ما راح تقتنع بشيء اسمه كوبي رايت، عنده بالنسبه لانه يسمع الاغنيه باي طريقه كانت، ما يهم هذا الفنان ايش كثر جودتها ايش كثر تعب هالكاتب ايش كثر صار عليها شغل عشان توصل لك انت وتسمعك وتذوق، فلذلك احنا ما قاعد نشوف انتاج اعلامي او انتاج فني بهذه الدسامه. عبد الرزاق تدري شنو المشكله؟ المشكله ان احنا الحين قاعد نواجه مشكله ان لما يقولون انتاج، انا مثلا لقيت المنتج ولقيت الشاعر ولقيت هذا، حجتكم لا تكون بحجه ان انا والله انتجت لك البوم ما طلعت لي مردود، انت تقدر تطلع لي مردود، في انت منتج لان انت شغلتك الانتاج، انت تطلع لي حفلات راح هي حفلات راح تطلع راح تطلع دبل اي راح تطلع دبل الشغل اللي انت قطيته الموبايل سيرفيسز، انا ممكن اسوق اغانيك من خلال الخدمات اللي تقدمها زين وطنيه شو يعني سكتش صغير ممكن بس لو انه يحط لك مقطع من اغنيه انه ترى هذه هيتس الاغنيه طبعا هذه راح تطلع لك مبالغ انا أيوة. عشان احط رن التليفون او اني اخذ هذا مو اي احد يعني الكل راح يدفع فلوس صراحه هو عفوا هو بالفعل يعني صدق انه الحين الانتاج اصبح يعني مقل لا مكلف من الناحيه الماديه خلينا نتكلم مكلف لكن في النهايه مثل ما ذكرت يعني هي شهره حق الفنان نفسه زين المردود المادي ممكن يطلعه من خلال الحفلات حفلات لازم من خلال الاعراس الزفات في اشياء وايد بس مو يعني سوري عفوا بس مو الفنان استاذ جاسم مو الفنان اللي هو يطلع يروح يطق الباب اي يطق الباب حق الناس يقول لهم ترى انا نزلت البوم ويلا باي اغني لكم بارسكم يصير اي يصير هو المنتج وهو اللي يسعى وهو اللي يسوي لان هذا ماركتنج لازم يكون مخدوم من خلال اعلاميا بالشارع بالقنوات الناس عندها خبره خليني اوصلك بس نقطه مهمه احنا اليوم في الوطن العربي ثقافه مدير الاعمال او مدير الانتاج او خلينا نقول نصغرها شوي سكرتير غير موجوده برا ليش قاعد نشوفهم ينجحون وينجمون لان في عقول قاعد تشتغل على هذا الشخص قاعد تشتغل على هذا المكنون تبي توصله لذلك اليوم تعال شوف كفنانين ستارز احنا نتكلم
مثلا نانسي عجرم ليش اليوم هي